الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي عن دورة المعرفة، ودي ضرورية طبعا للتطوير التنظيمي، من أهم أدوات التطوير التنظيمي. بالنسبة للمحتويات، بنتساءل لماذا إدارة المعرفة؟ إيه هي أهداف إدارة المعرفة؟ ما هو مفهوم إدارة المعرفة؟ ما هي أهمية إدارة المعرفة؟ ما هي معوقات إدارة المعرفة؟ ثم أنواع المعرفة وعناصر إدارة المعرفة ومراحل إدارة المعرفة والدور الهام لتكنولوجيا المعلومات في إدارة المعرفة، ثم الأبعاد الرئيسية لإدارة المعرفة. تعتبر المعرفة الآن العامل الرئيسي في مساعدة المنظمة على تحقيق الميزة التنافسية، وتعتبر المصدر الرئيسي لزيادة نفوذ وسيطرة المنظمات على السوق. يعني بتساعد المنظمة في الحصول على ميزة تنافسية ويبقى ليها ريادة عن المنظمات الأخرى في السوق. وأصبحت المعرفة رأس المال الفكري من العوامل الفارقة في مدى تقدم المنظمة. كما أصبحت إدارة المعرفة بكفاءة وفعالية من المهارات الأساسية ومجالات التمييز الرئيسية التي يجب توفرها لدى المديرين المعاصرين لضمان بقاء واستمرار ونجاح المنظمات في المستقبل البعيد. يعني دلوقتي تعتبر رأس مال فكري للمديرين المعاصرين عشان يقدروا يحققوا النجاحات والتميز والتفوق. لو جينا لمفهوم وأهمية إدارة المعرفة، أول حاجة لماذا إدارة لماذا إدارة المعرفة؟ بنقول إن التحول الجديد في بيئة الأعمال بيفرض على المنظمات التميز بقدرات جديدة تتلخص في التفوق والأداء والابتكار. التطور السريع في التكنولوجيا وما نتج عنه من تغيير في المفاهيم وتأثير على التكلفة. التطور المستمر والمتوقع للمفاهيم. الحاجة إلى ما بيربط كل تلك المعارف المعلومات والخبرات بما يمكن من تطوير وتنمية المنظمة، زيادة حجم المنظمات وبالتالي زيادة حجم المعلومات المتولدة داخل المنظمة، وسهولة الحصول على كميات هائلة من المعلومات في وقت قصير. ننتقل للنقطة اللي بعد كده، بنتكلم على أهمية إدارة المعرفة. طيب إذا قلنا التطور في بيئة العمل بيفرض على المنظمات ضرورة التميز بقدرات جديدة كالمقدرة على التكيف والمقدرة على الإبداع، وضرورة البعد عن الأسلوب التقليدي في اتخاذ القرارات، تزايد حجم المعلومات اللي بتنتج في أي مجال، التطور المتنامي للتقنية مما عد تغيير في المفاهيم وتأثيرا على التكلفة. يمكن أن يكون الأمر سلبي في حالة الافتقار للمعرفة أو تضييعها، وممكن يكون إيجابي في حالة امتلاك المعرفة وتوظيفها على النحو الأمثل. ده بيؤدي إلى إن إحنا نعرف نستفيد من التطور المتنامي للتقنية. كل ما كان عندنا معرفة كل ما قدرنا نستفيد من هذا التطور. كمان من ضمن أهمية المعرفة تحديد هوية رأس المال الفكري من حيث الشهرة، براءات الاختراع والعلامة التجارية، مناهج التنظيم اللي بيجرى تعلمها، الحجم الهائل للمعلومات اللي بيتم الحصول عليها خلال أجزاء من الثانية، الربط بين المعلومات والخبرات والمعارف، كلها بيساعد على تنمية وتطوير المنظمة. المعرفة وأقول إيه أهمية إدارة المعرفة، هنيجي نتكلم على معوقات إدارة المعرفة. إيه بقى المعوقات؟ في منظمات كتيرة عملت دراسات عن التحديات اللي بتواجه عمليات إدارة المعرفة بحيث تحول دون تحولها إلى منظمات معرفية. يمكن من أهم المعوقات غياب الكادر المؤهل للقيام بوظائف إدارة المعرفة، مفيش أفراد مؤهلين بشكل كافي، عدم التشجيع من قبل ثقافة المنظمة على المشاركة في عمليات المعرفة.
يعني ثقافة المنظمة ما بتديش أهمية لعمليات المعرفة، وبالتالي ده مش جزء من ثقافتها. عدم إدراك الكافي لفوائد إدارة المعرفة ومفهومها وعملياتها، يعني مفيش مفهوم لإدارة المعرفة وعملياتها لدى العاملين. الخوف من امتلاك الآخرين المعرفة ذاتها اللي بيمتلكها أصحاب المعرفة، يعني خوف من إن إحنا نمتلك نفس المعلومات اللي بيمتلكها أفراد آخرين. تبادل المعرفة مهم جدا، ولكن المركزية الإدارية بتعوق وتبادل المعلومات، وبالتالي بتعرقل عمليات تبادل المعرفة. عدم شعور الأفراد بالتهجين، يعني الأفراد نفسهم ما عندهمش إحساس بالتهجين، وبالتالي ما عندهمش رغبة ملحة في الحصول على المعرفة، يعني ما عندهمش الإحساس ده، وبالتالي لا توجد لديهم تلك الرغبة. ننتقل لتحديد أهداف إدارة المعرفة. إيه هي؟ يبقى من أهداف إدارة المعرفة تبسيط العمليات وخفض التكاليف، تحسين خدمة العملاء، تبني فكرة الإبداع عن طريق تشجيع تدفق الأفكار، زيادة العائد المالي، تفعيل المعرفة ورأس المال الفكري، تكوين مصدر موحد للمعرفة، وإيجاد بيئة تفاعلية لتجميع وتوثيق الخبرات المتراكمة. لو جينا لمفهوم إدارة المعرفة، بنقول في تعريفات كثيرة، لكن تعريف في عملية، هي عملية ممارسة من شأنها خلق أو اكتساب أو تحصيل أو تبادل أو استخدام المعرفة، إنما كانت من أجل دعم الأداء والتعلم في المنظمة، أو هي الجهد المنظم والموجه من قبل منظمة من أجل الحصول وجمع وتصنيف وتنظيم وتخزين كافة أنواع المعرفة ذات العلاقة بنشاطها، جعلها جاهزة للتداول والمشاركة بين أفراد وأقسام ووحدات المنظمة، بما يرفع مستوى كفاءة اتخاذ القرار والأداء التنظيمي. يعني هي الحصول على وجمع وتصنيف وتنظيم وتخزين كافة المعلومات اللي بتتعلق بنشاطنا، وجعلها جاهزة للتداول بين الأفراد وبين الأقسام كلهم عشان يرفع كفاءة اتخاذ القرار والأداء التنظيمي. تلعب التكنولوجيا المعلومات والاتصالات دور في بناء إدارة المعرفة من خلال قدرتها على تسريع عملية إنتاج المعرفة ونقلها. بالنسبة للأنواع بتاعة المعرفة، في معرفة صريحة ومعرفة ضمنية. معرفة صريحة اللي هي الخبرات والتجارب المحفوظة في الكتب والوثائق سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية، الحصول عليها سهل. المعرفة الضمنية دي المعرفة الموجودة في عقول الأفراد والخبرات السابقة، ودي لها طابع شخصي، الحصول عليها صعب لأنها مخزنة في داخل عقل صاحب المعرفة، هو وحده من يمتلكها. البيانات والمعلومات نوع، رأس المال الفكري اللي هي الأفكار والاختراعات نوع، خبرات العاملين نوع، يعني في تقسيم بيقسمها البيانات ومعلومات وبعدين أفكار واختراعات وبعدين خبرات العامل زي ما هو موضح بالرسم قدام. لو جينا لعناصر إدارة المعرفة، أول حاجة البيانات، البيانات المادة الخام، وبعدين المعلومات اللي هي تحويلها بربط العناصر مع بعض إلى معلومات، وبعدين القدرات والاتجاهات، يعني ده عناصر إدارة المعرفة. يبقى أولا البيانات، ثانيا المعلومات، ثالثا القدرات، رابعا الاتجاهات. نتكلم على كل عنصر من عناصر. أول حاجة البيانات، البيانات الحقائق الموضوعية غير المترابطة، ثم إبرازها وتقديمها دون أحكام أولية مسبقة، تعتبر المادة للمعلومات أو هي مدخلات في نظام المعلومات. يبقى زي ما احنا قلنا البيان هو المادة الخام. المعلومات، بيانات بتوضع في إطار ومحتوى واضح ومحددة لإمكان استخدامها في اتخاذ القرارات. يبقى البيانات بتتحول إلى معلومات لما نجري عليها العمليات عشان تبقى جاهزة وتساعدنا في عملية اتخاذ القرار. قدرات،
إلى جانب المعلومات بنحتاج المعرفة إلى قدرة على صنع المعلومة، يعني تحليل وتشغيل البيانات. يبقى عندي في بيانات تتحول إلى معلومات، وفي قدرات بتساعد على تحويل البيانات إلى معلومات. إذا لم يتوافر لدى الأفراد البيانات ممكن تبقى في حلقة مفقودة في حلقات محاور المعرفة أو عناصر. رابع حاجة في العناصر هي الاتجاهات. بالإضافة للبيانات والمعلومات والقدرات، المعرفة بتبقى وثيقة السلب للاتجاهات. الاتجاهات محرك أساسي بتدفع الأفراد للرغبة في التفكير والتحليل والتصرف واتخاذ القرارات. لذا يشكل عنصر الاتجاهات عنصر أساسي لإدارة المعرفة من خلال تحفيز الأفراد على الإبداع والتطور. يعني لازم يبقى هم عندهم اتجاهات إيجابية ناحية التفكير والتحليل والتصرف واتخاذ القرارات، عشان يقدروا يستفيدوا من البيانات والمعلومات والقدرات. أول حاجة اكتسابها اكتساب المعرفة، ثم تخزين المعرفة، ثم نقل المعرفة، ثم تطبيق المعرفة. دي مراحل إدارة المعرفة: اكتساب المعرفة، تخزين المعرفة، نقل المعرفة، ثم تطبيق المعرفة. اكتساب المعرفة يعني الحصول عليها من مصادر المختلفة: خبراء، متخصصين، المنافسين، العملاء، قواعد البيانات، بنك المعلومات، أرشيف المنظمة. دي كلها مصادر مختلفة ممكن من خلالها الحصول على المعرفة أو اكتساب المعرفة. المرحلة الثانية اللي هي تخزين المعرفة بتتم عن طريق قيام كل فرد في المنظمة بتسجيل كل ما يحدث. دي طريق قيام شخص متخصص بجمع المعلومات وتخزينها بدقة، ده أسلوب آخر. الأسلوب الثالث قيام كل فرد من أفراد المنظمة بتقديم المعرفة لديه، أو جمع المعلومات بطريقة منظمة وإيجابية، تحليلها وتنقيتها وترتيبها وتجزئها وتخزينها في أفضل صورة. يبقى دي وسائل مختلفة نستخدمها في تخزين المعرفة، هي المرحلة الثالثة. مرحلة نقل المعرفة دي المرحلة الثالثة، وممكن النقل يتم بطرق رسمية أو غير رسمية. طرق رسمية يعني استخدام التقارير، الرسائل والمكاتبات، المؤتمرات والندوات، الدفاتر والسجلات، المحادثات والمناقشات، كل دي حاجات رسمية مكتوب. غير رسمية عن طريق التدوير الوظيفي، أو عن طريق العلاقات الشخصية، أو عن طريق تنظيمات غير رسمية بتلعب دور كبير جدا في نقل المعرفة، لأن هي ملهاش مسارات رسمية، فبالتالي بيبقى فيه سرعة في تدفق المعلومات. مرحلة تطبيق المعرفة ده الهدف النهائي من عملية إدارة المعرفة، ودي بتحتاج للتصنيف والفهرسة والتبويب المناسب للمعرفة. ثقافي، في بعد اجتماعي، في بعد تنظيمي، في بعد تكنولوجي. دي أبعاد رئيسية لإدارة المعرفة: بعد ثقافي، بعد اجتماعي، بعد تنظيمي، وبعد تكنولوجي. لو جينا ندرس الأبعاد دي بالنسبة لبعد التكنولوجي، منقدرش نتعامل مع الكم الهائل من المعلومات والمعرفة المتوفرة لدى المنظمات بطرق الحفظ والاسترجاع التقليدية. الأمر بيحتاج لنظام إلكتروني متكامل. بالنسبة لبعد التنظيمي، كيفية الحصول على المعرفة والتحكم فيها وإدارتها وتخزينها ونشرها وتطويرها وزيادتها وإعادة استخدامها، وده من خلال كل الطرق والإجراءات والتسهيلات والوسائل المساعدة اللي بتعتمدها المنظمة عشان سرعة تداول هذه المعلومات والبيانات. لو جينا للبعد الاجتماعي، ده بيركز على كيفية بناء الجماعات من صناع المعرفة، تأسيس مجتمع على أساس ابتكارات صناع المعرفة، ويجب أن يكون العنصر البشري قادر ومدرب على استخدام الإمكانيات التكنولوجية المتاحة وتوظيفها بأفضل ما يمكن.
بالنسبة للبعد الثقافي للثقافة التنظيمية من العوامل الهامة جدا اللي بتأثر في نجاح أو فشل إدارة المعرفة. يعني هل إحنا بنشيح مناخ بيشجع على المعرفة ولا المنظمة لا تهتم بهذا؟ فده مهم. بالنسبة للهيكل التنظيمية اللي ليها علاقة بإدارة المعرفة، دي طبعا الهيكل اللي بتتصل بالمرونة والتكيف وسهولة الاتصال والقدرة على الاستجابة السريعة، دي بتديني نتيجة إيجابية أكتر، اللي هي الهياكل المفلطحة والهياكل الشبكية. الهياكل المفلطحة بتتميز بقلة عدد المستويات الإدارية، مش زي الهياكل الهرمية اللي فيها تعدد المستويات الإدارية. ومعنى كده إن الشخص اللي في أدنى المستوى الإداري ما بيكونش بعيد عن مراكز القيادة، فبيقدر يعرف المعلومات بسهولة. الهياكل الشبكية كمان دي وحدات إدارية منفصلة ليها درجات متقاربة من الأهمية، كل وحدة إدارية ليها تخصصها، ويجب أن يكون هناك اتصال وتفاعل مستمر بين الإدارات المختلفة عشان تقدر تحقق أهداف المنظمة. فدول الهياكل اللي بتبقى أكثر مرونة، اللي ممكن أن تتدفق فيها المعلومات وبسهولة وتنجح فيها إدارة. تكنولوجيا المعلومات ليها دور هام في تطوير المنظمات من التسعينات تقريبا، عشان توفر المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، تدعم تحسين عملية اتخاذ القرار، تنشط حركة الاتصالات المنظمة، وحتى يكون في هناك استمرار في تبادل المعرفة لازم تتوافر 4 شروط في تكنولوجيا المعلومات. أولا، القدرة على إدراك ومراقبة العناصر الهامة في البيئة المحيطة، يعني يبقى في قدرة على مراقبة العناصر الهامة في البيئة. القدرة على ربط المعلومات بالقيم والقواعد الإرشادية لسلوك النظام، يعني القيم والقواعد اللي بنربط بيها المعلومات تكون متوافقة مع النظام. التعرف على قيود ذات الدلالة عن هذه القيم والقواعد، والقدرة على البدء في القيام بأفعال إصلاحية مناسبة عند التأكد من وجود خلل ما في النظام، يعني في متابعة. دور تكنولوجيا المعلومات إيه في إدارة المعرفة؟ يساهم في إنشاء بيئة للتعلم، المحافظة على المعلومات ومعرفة المنظمة، تقاسم المعرفة، سرعة وفعالية الاتصالات، التعامل مع المعرفة الحركة. سرعة وفعالية الاتصالات إذا كانت تجاهل التطور في مجال المعلومات تتميز بالتقارب بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وده يعمل مزيج فريد من تكنولوجيا الاتصالات أو المعلومات. تشتمل تكنولوجيا الاتصالات مزيجا واسعا من الأجهزة بما في ذلك شبكات الإنترنت والشبكات الداخلية والخارجية، يعني سرعة وفعالية الاتصالات، التعامل مع المعرفة الحرجة، القدرة الفائقة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تجعل المعرفة الحرجة اللي هي المعرفة اللي بتساهم في إنشاء القدرة الجوهرية وإيجاد ميزة تنافسية تميز المنظمة عن غيرها متاحة لكل من له حق التعامل معه، ومحفوظة من الفقدان والضياع، قابلة للتحديث باستمرار من قبل الإدارة العليا أو الفريق المتخصص اللي بيكون مسؤول عن هذه المعرفة.